مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير حلو الكاستر والاوريو. الكاستر مع الاوريو كتير كتير حلو، بتشهي وفخمه وطيبه. بتتحضر تقريبا بخمس دقائق، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير، كتير طيبه. الوش حطينا شوكولا بهيدا الشكل الحلو، شوكولا دايبه، بدنا اياها نحن بهيدا الشكل دايبه. واو، هيدا شكل الحلو، شايفين الاوريو بقلبها شو حلو، بتشهي شكل كتير طيب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، كوب اثنين، ونص، حطينا كوبين ونص حليب، نضيف كاستر ملعقة اثنين، ملعقتين مليانين كاستر، بنحط سكر ملعقة اثنين، بخلطهم شوي. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الكستر بهيدا الكوام صار، هلا منطفي الغاز. بدي احط بالصينية اوريو، عندي الاوريو المحشية شوكولا من الداخل، بصفهم بالصينية بهيدي الطريقة. بحط الكستر على الوجه، كمان بحط اوريو، برجع بحط باقي الكاستر على الوجه. هلا بدنا نعمل اخر طبقه. اخر طبقه بنحط ملعقه صغيره من الزبده، ربع كوب حليب، دوبهم على البخار او بالميكروويف. بس دوبت الشوكولا وصار عندنا بهيدا القوام، هلا بنحطهم على الكاستر. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. هيدي حلو الاوريو والكاستر بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. هيدا الشكل النهائي، بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.